ابحث عن مقبس الضوء تحسبا لليوم الذي لن تشرق فيه الشمس. اهلا وسهلا، انا زينب احمد وهذا بودكاست خرائب صماء. عندما كنت طفلة صغيرة كنت اكره انتهاء الايام، كنت اخافها، تلك الفقرة الختامية من كل ليلة التي أقاوم فيها النوم فقط لأحظى ببضع دقائق إضافية مع عائلتي. ولما يصران أمي وأبي على أن أخلد للنوم كنت أرمقهم جميعا بنظرة تشبه نظرة الوداع، أحاول من خلالها وبعدسة عيني الصغيرة أن ألتقط صورة لهم، صورة أستطيع سماعها والشعور بها، أحاديث بسيطة، ضحكات هادئة، ألعاب مبعثرة على الأرض، بقايا الكعك على أطباقهم وأنصاف أكواب الشاي في أيديهم، وحلقة المسلسل التي لا يسمحون لي بإكمالها أبدا. بس الفسي وتعالي أبريه، أنا رايحة الحمام. حمام؟ عيب يا نانا، ما يصحش، الدنيا حر وعايز أخد دش. ناهد. ثم أخلد للنوم في الغرفة المظلمة وحدي، أغطي جسدي الضئيل بالغطاء ثم أرفع قدمي إلى الأعلى حتى لا يتدلى الغطاء على الأرض فيسحبه الوحش الذي أسفل السرير. حسناً، سأتظاهر بالنوم لئلا أضطر إلى مواجهتهم، لطالما كنت فاشلة في ادعاء النوم. تتحرك أجفاني فيعرف الناظر إلي فوراً أنني مستيقظة. كنت أحاول أن أحتمي من شيء ما، شيء لست أعرف إلى اليوم تحديدا ما هو، شيء يسبب ارتجافي غير البرد. أحاول ألا أفكر فيهم فأبدأ باستحضار كل المواقف التي حدثت اليوم ثم أبكي عليها، لأنني لست واثقة من أنها ستتكرر غدا. خوف غامض من انتهاء الأيام يبدأ تحديداً بعد أن يخلد الجميع للنوم ويعم الظلام والهدوء في المكان، فلا أسمع إلا صوت الثلاجة والريح التي تضرب أوراق شجرة التين. هذا الظلام يوحي بانتهاء شيء ما، شيء حدث هذه الليلة سينتهي الآن ولن يتكرر مطلقاً. ثم تعترض بكائي وساوسي المعتادة. انظري إليه، إنه هنا مجددا، عملاق كما عهدته. لا أعتقد بأنه سيطيل المكوث في الأعلى، بالتأكيد سينزل لالتهامي يوما ما. انظري إليه، إنه يتحرك، لابد أنه حي. كفى، يجب أن أخلد للنوم. أنظر إلى النافذة لأشتت تفكيري، فتتمثل لي أوراق شجرة التين عند النافذة كأيدي الدببة، ثم إن الرياح تحركها فتتمايل ببطء مخيف. أغطي وجهي وأدندن بصوت خفيف إلى أن أستغرق في نوم عميق. أرفع بعده الغطاء لأجد الغرفة مضيئة. أيتها الشمس الحبيبة، لطالما أتيت مزيلة لمخاوفي. الغريب أنني وفي كل صباح أنظر إلى الدب الذي فوق الخزانة وأرى حقيقة أنه ليس إلا حقيبة سفر سوداء كبيرة، حقيبة كبيرة في الصباح ودب عملاق في الليل. مؤمنة بأوهامي بنفس قدر إيماني بأنها ليست إلا أوهام، أخذها ودون إرادة على محمل الجد. يبقى السؤال، كم عدد المخاوف التي لا أساس لها تماما كالدب فوق الخزانة؟ كم عدد المخاوف التي تتغير أشكالها صبح مساء؟ إذا كان الدب وهما ولا أساس لوجوده،
هل كان خوفي وهماً أم حقيقة؟ لماذا نختار تصديق الوهم على رؤية الحقيقة؟ هل كان الوهم أكثر راحة؟ هل كان البحث عن مقبس الضوء لرؤية الحقيقة أصعب من التعايش مع الخوف؟ بصيغة أخرى، هل يعقل أن التعايش مع الخوف طوال تلك السنوات كان أسهل من مواجهة الحقيقة؟ هل تكفي الرغبة لإيجاد مقبس الضوء؟ هل تكسبون الرغبة الشجاعة أم لا علاقة لهما ببعض؟ كم من الممكن أن تستغرق رحلة إيجاد المقبس؟ بضع ساعات؟ أسابيع؟ سنوات؟ عمر بأكمله مثلاً؟ وهل يستحق إيجاد المقبس كل هذا الوقت والجهد؟ كيف نتأكد بأنه ثمة مقبس وعلينا البحث عنه؟ حسناً، لنفرض أننا وجدناه وأضأنا الغرفة، هل نمتلك الجرأة الكافية لمواجهة ما سنراه؟ تقريباً عشت حياتي بأكملها في مكابدة الخوف، الخوف العميق المتجذر في أعماقي. عشت حياتي بأكملها أراقب الدب فوق الخزانة بنفس ذلك الخوف الذي تخففه الدندنة لكنها لا تمحيه أبداً. خجلي من مشاركة هذا الخوف دفعني لتجاهله وإخفائه عميقاً. ظاهرياً كنت أتصرف وكأنني لم أعد خائفة، لكنه كان يكبر داخلي تدريجياً ودون أن أشعر، وكان لابد له أن يظهر مجدداً. وصدقاً لم يكن الخوف بحد ذاته هو المشكلة، بل ذلك العجز عن ترجمة ما أشعر به لنفسي وحتى للآخرين. إذا كان الدب وهماً، هل كان الخوف كذلك وهماً؟ من الممكن أحياناً أن تكون أسباب الخوف وهمية، لكن لا أعتقد أن الخوف بحد ذاته كان وهماً. كان الخوف وليد الوهم، يتغذى منه ويكبر ويربى بين ذراعيه. كان الخوف ضئيلاً أقرب للتجاوز والتجاهل، لكن كثرة التفكير فيه هي ما أكسبته هذه الهيبة، هي ما جعلته شيئاً ضخماً عصياً على الفهم. هناك مسافة بينك وبين ما تخافه، حاول الحفاظ عليها قدر المستطاع وتضييقها إن استطعت، وحاذر أن تجعل للأوهام والأفكار بينكما مدخلا، لأنها متى دخلت وسعت المسافة بينكما ووقفت حجاباً حاجزاً يمنعكما من رؤية بعضكما، لدرجة لا تتمكن بعدها من التعرف على خوفك ولا على فهمه وتفسيره. كلما كان الخوف أبعد كان أكثر هيبة، وكلما كنت أقرب كنت على السيطرة أقدر. إن سبق لك مواجهة أمر كنت تخافه ستفهم تماماً ما أعنيه. بالتأكيد أنك في تلك اللحظة أدركت كم أن الأمر بسيطاً، على الأقل أبسط مما كنت تظن. نعم، مما كنت تظن، ظنوننا هي السبب. كم سرق الخوف منا؟ كم سيسرق بعد؟ كم سنة إضافية من عمرك أنت في غنى عنها ومستعد أن تمنحها للخوف على طبق من ذهب؟ إمعانك التفكير في خسائرك التي تسبب بها الخوف سيجعلك تهرع للبحث عن مقبس الضوء لترى حقيقة الشيء الغامض الذي فوق الخزانة، بدلا من الارتجاف لساعات كل ليلة وانتظار الشمس لتزيل مخاوفك. فالحقيقة مهما كان مرها أفضل من خداع نفسك وتسليمها للأوهام. ومواجهة الخوف مهما كانت مرعبة أسهل من التعايش معه، فالمواجهة مرة، أما التعايش عمر بأكمله. ستضيق ذرعا يوما ما، ستضيق ذرعا من انتظار الشمس. يكفي أن ترغب في إيجاد المقبس، من يمتلك الرغبة حتما سيمتلك الشجاعة.
وهذا ما أنت بحاجة إليه في رحلتك لمحاربة الخوف: رغبة قوية، صبر على البحث، وشجاعة لمواجهة ما ستراه بعد إيجاد المقبس. امتلاكك رغبة قوية يجعلك صابرا على تكرار المحاولة كل يوم وفي كل ساعة، صابرا مستيقنا أنه ثمة مقبس وعلي أن أجده. لا أمتلك إلا عمرا واحدا، ولا لن أهبه للدب الذي فوق الخزان. حتى لو استغرقت عملية البحث ساعات، أشهر وسنوات وطال عناؤها، فأن تحيا دون أن ينغص الخوف معيشتك، واستغلالك للفرص على أكمل وجه دون أن تستجيب لدعوى الخوف في إضاعتها، حتما يستحق هذا العناء. ماذا عن أولئك الذين فعلوا كل ما بوسعهم ومع ذلك لم يجدوا مقبس الضوء؟ لازلت مؤمنة بأن الرغبة هي أساس كل شيء. من يمتلك رغبة قوية لن يثنيه عن بلوغ غايته شيء. صاحب الرغبة القوية إن لم يجد مقبسا سيبحث عن طرق أخرى، سيشعل فانوسا أو شمعة أو كبريتا في أسوأ الأحوال. قد يحمل الدب ويذهب إلى مكان أقل ظلمة، لأن البيئة أحيانا هي سبب ظلام. جرب تغيير بيئتك والناس في محيطك، استعن بشخص آخر، اطلب منه التحديق فوق الخزانة، قد يرى أشياء أخرى عميت عينيك عن رؤيتها وقصر فهمك عن إدراكها. استعن ببصير يساعدك على الإبصار. الخلاصة أنه من أراد أن يبصر سيبصر ولو خلق أعمى، لأن العمى عمى البصيرة لا البصر. وأخيرا، رافق الشجعان، أولئك الذين يخبروننا بأن كل شيء على ما يرام، وأننا نستطيع مواجهة كل شيء، وأن علينا أن نصبح أقل جدية في بعض الأحيان، وأن الحياة لا تعدو كونها نكتة. أولئك الذين يجدون حساً للفكاهة في كل موقف وكل حكاية، رافقهم، لأن مرافقتهم تجعل الحياة أسهل. ماذا لو استمر الدب في مطاردتي بعد أن واجهته؟ ماذا لو ظهر في مواضع أخرى؟ لن يطاردنا ما دام لا يشغل بالنا. أحياناً نحن من نطارد مخاوفنا في الوقت الذي نظنها فيه تطاردنا. قد تجدون أن فكرة الدب فوق الخزانة طفولية جداً لتوصيف شعور ضخم وعميق مثل الخوف. لم أختلقها من العدم، أنا فعلاً كنت أرى دباً فوق الخزانة، وأصريت على أن أبني هذه الحلقة على هذه الفكرة، لأنها تثبت أن بعض المخاوف تبدأ صغيرة وهي متجذرة ومتأصلة منذ الطفولة. قد نظن لفترة أننا قضينا عليها، لكنها تفاجئنا بالظهور مجدداً، لأن تجاهلها لسنوات لا يلغي وجودها. فهذه الفكرة الطفولية كانت متعمدة، كل خوف بدأ صغيرا وتافها، تماما كالدب فوق الخزانة. يا الله، لقد ضقت ذرعا بهذا الخوف الذي لا ينفك، وتحسرت نفسي على ما ضاع مني بسببه، وارتاب قلبي على ما سيضيع في مقبل الأيام. أنهكت يا الله من الأفكار التي تحول بيني وبين طمأنينتي وتوسوس لي بالاعتراض على قضائك، فأسألك أيها البر الرحيم أن تحررني منها، وأن تعصمني من وساوس الشيطان التي تغويني بالاستجابة لها، وأن تكفيني شر تبعاتها. أسألك يا واسع المن والعطاء ألا تشغل عقلي في التفكير فيما ضاع مني، ولا تلقي في قلبي رعبا مما سيحدث غدا. ارزقني قلبا راضيا مستسلما لقضائك.
بصيرة تقوى على فهم رسائلك، وعمرا محفوفا بالسكينة والطمأنينة. هذه الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا زينب أحمد، شكرا جزيلا لاستماعكم.